السلام عليكم، الله يعطيكم العافية يا شباب. هذا الفيديو الأخير إن شاء الله اللي هو راح نشرح فيه الأوفرات، وراح نشرح فيه في أوفر عليه 15 دولار، وراح نشرح على شغلة كتير مهمة إنه راح نحصل على حساب بنكي أمريكي حقيقي. يعني راح ناخد على حساب بنكي أمريكي، بيعطونا أرقام، بيعطونا فينا نحل فيها الأوفر اللي بدنا إياه. بس طبعا في كذا ملاحظة وكذا تنبيه. اول شيء راح اقولكم على الـ على على هذا الموقع الموجود هون، واللي انا اكتشفته من الموقع من الانبوكس دولارز. راح اكبس على كلمه اوفر. اول شيء طبعا شرح بسيط للاوفرات، هي عباره عن مواقع شركات بيقولوا لنا سجلوا، بس سجلوا عن طريقنا، عن طريق الانبوكس دولارز، سجلوا بهذا الموقع وبس تعمل كونفيرم بالايميل، او اذا ما طلبوا منك كونفيرم بيعطوك المصاري تبعته. فطبعا نحن شو بنعمل؟ نحن اغلب الاوفرات هون فيها دفع، فيها مثلا انه ادفع 5 دولار وبتربح معنا مثلا، او ادفع 50 تربح معنا 10 دولار وهكذا. طيب الان احنا شو كنا عاملين استراتيجية؟ انه كل شيء اوفرات تحت 3 دولار انه نحاول نفوت نحلها. بس طبعا هلا في اوفرات عليها 15، وفي اوفرات كتير عليها 6 و8، بس بيطلبوا انه اذا عندك حساب بنكي مشان نعرف فقط، يعني لمجرد التاكيد. تمام. فهلا انا الان راح اقول لكم على الاوفر اللي ربحت منه نص دولار بالاوفرات، وحصلت منه على حساب بنكي امريكي حقيقي، بقدر افعل فيه الاوفرات. يعني اذا طلبوا مني الاوفرات حساب بنكي بقدر اخذ منه، وبقدر افعل فيه باي بال، بيعطيني تفعيل باي بال 20% زياده كمان للي بدهم يفتح حسابات باي بال. هذا الموقع بيعطيك رقم حساب امريكي مشان تفتح عليه الباي بال. طيب هلا راح اكتب انا على البحث نت سبيند واقول له سيرش. طلع عندي النت سبيند، لاحظوا شو مكتوب. يعني طبعا بالاوفرات في شغله كثير مهمه، هون مكتوب شرح كامل انه امتى بيعطونا قيمه الاوفر. يعني مثلا في ناس كثير عم بيقولوا لي انه والله عم بحل اوفرات بس ما عم بيربحوني. اكيد ما راح يربحوك لانك انت ما عملت المهمه اللي هن طالبينها منك. هذا هون كاتبين، بيكونوا كاتبين المهمه. طبعا هون النت سبيند تيك يور بانك وير ايفر يو جو، يعني خذ بنكك وين ما تروح. طبعا هيك مكتوب هون، يعني بقول لك احصل على فيزا بريبيد، وهيك بيعطونا حساب بنكي المهم كامل. راح اكبس انا على كلمه ان 50 سنت. هلا هذا الاوفر راح نحله مع بعض، هذا بس مشان انا احصل على حساب بنكي امريكي. افرجيكم طريقه كيف شغل النت سبيند. طبعا هذا النت سبيند على فكره له قصه ثانيه، ان شاء الله راح اطلع كمان شرح كثير كبير له، بس اتاكد من معلومات معينه ببالي. هذا النت سبيند، طبعا هذا الاوفر ما فينا ننسخ ونلصق فيه، يعني هذا لازم نكتب كتابه يدويه. فتح الموقع نت سبيند، راح انزل لتحت، راح احط صح على باي تشيك وتكس فاوند ريفاوند وجفرمنت بنفيت، هذول 3 صح. هلا هون بكتب الاسم واللاست نيم والستريت ادريس، كله راح اكتبها كتابي، راح انقلها من الحساب تبعي. هلا راح اكتب الاسم انا، هلا بنزل على اللاست نيم، هلا ستريت ادريس، هي عم بكتب العنوان بس مشان يسجلوني فيه. تمام. هلا بحط الرمز البريدي، طبعا هاي المعلومات بتعرفوا انتم ما بتلاقوا، اكيد هاي من المعلومات من الحساب اللي انتم عاملينه، كل حساب فيه له معلومات الخاصه. هلا عم بحط الايميل،
كان لما يجيني رسالة تفعيل أفعله. تمام، هذا حطيت الإيميل وحطيت كل شيء. طيب هلأ بنزل لتحت بكبس على هاي الصح اللي هون، في معلومات ناقصة gmail.com. تمام، هلأ برجع لهون بقول له get my card، فهو فورا هذا الأوفر، أنا بس قال لي get my، بس فورا فوتني لهون، معناها أنا دخلت بقلب هذا النت سبنت. هلأ هذا الحساب اللي أنا عم بشتغل فيه إن شاء الله راح أعطيه المعلومات هاي. يوزر نيم لازم أحطه من عندي، بحط يوزر نيم من عندي بس لازم أحفظه، لازم ضروري ضروري جدا إن هذا أحفظه، يعني ما أنساه أبدا، أسجله عندي بالمستند. أنا كتبت طبعا اليوزر نيم عبارة عن نفس الاسم الأول زائد 2030، وحطيت الباسورد نفس الباسورد تبع الانبوكس. طبعا انت فيك تحطوا الباسورد اللي بدكم اياه، المهم انكم تحفظوا، هاي هي الفكره انه نحفظ الباسورد. انا شو بعمل، انا بكون كل الباسوردات تبعتي نفس الباسورد. طيب هذا ما قبل الباسورد، انا بحط باسورد من عندي بدي اتذكره. تمام، رحت باسورد واحد مثلا صارت انا بحطه بتذكره. ثواني انا اسف جدا. تمام، هلا حطيت انا اليوزر نيم وحطيت الباسورد. هلا بيقولوا لي هون السؤال السكيورتي، بختار وات از فافورت كلر، حطوا اللون اللي بتحبوه انتو. انا حطيت، انا بحب اللون الازرق، راح احط لون ازرق وريجستر. هلا هذا الموقع راح يفتح معي، هذا الموقع هو القنبلة ان شاء الله اللي راح يصير العالم ان شاء الله يفعلوا عن طريقه الباي بال. في ناس كثير عم تدور على الباي بال كيف يفعلوا الباي بال. انا راح ارجع على الايميل تبعي وراح اختار النت سبند مشان افعل الحساب، نفعل حساب النت سبند. تمام، لا تمام، هني بس بيبعتوا رساله انه ويلكم. هلا برجع هون بس بيقولوا لي لوج ان، بقول له لوج ان ان شاء الله. هلا اللي راح يصير هو كالاتي، احنا صار عندنا حساب بنكي امريكي، فيني اسوي على كل حساب حساب بنكي امريكي واخذ له رقم بنك كامل، يعني رقم بنك نظامي من امريكا. هو البنك اسمه ميتا بنك تقريبا، اللي بيفعله على الباي بال بلاقي. هلا عم بيفتح معي الموقع، هقول لكم كيف راح نحصل على البطاقة البنكية على الحساب البنكي. هلا فتح معنا الموقع. رح نختار مانج اكونت ماي بروفايل مشان نشوف شو رقم الحساب البنكي الامريكي تبعي. انا طبعا اكيد راح اشفر الصورة مشان انتم ما في حدا يعني يستخدم نفس الحساب البنكي. عفوا عفوا عفوا، رح اختار كلمة داشبورد او دايركت دوبزيت. رح اختار كلمة دايركت دوبزيت، هاي يعني انه استثمار او مثلا ايداع مباشر مثلا. رح يطلعونا شو اسم الحساب البنكي تبعنا. هون مشان رسالة التأكيد عم بيقولوا فافورت كلر، انا كتبت بلو، رح اقول له بروسيد. شايفين هاي طلعوا الرقمين عندي، انا رح اشفر جزء منها، هاي رقمين حساب بنكي امريكي زي ما انتم شايفين. هذول الرقمين انا راح انسخهم واحطهم بالمستند تبعي عشان اي اوفر بواجهه راح احله فورا. راح احط هذول الرقمين تبعات الحساب البنك تبعي. احنا تقريبا خلصنا موضوع النت سبند وورجيناكم. هلا راح افرجيكم كيف
كيف الاوفر تاخذ معنا ولا لا. هلا انا بما انه فت على النت سبند وعملت حساب واخذت رقم حساب بنكي، راح ارجع للانبوكس راح اكبس على كلمه اكونت، ان شاء الله يكون ضايفين لي اياها فورا. احيانا بيتاخروا نص ساعه مثل ما انتم شايفين، 5.6 كان الرصيد، ما ضافوا لي اياه، بده يجي نص ساعه تقريبا، ربع ساعه نص ساعه بنضاف الرصيد لعندي. انا حليت الاوفر اللي عليه نص دولار اللي هو الاسم النت سبند، زائد حصلت على رقم حساب الامريكي. طيب هلا راح ارجع على شغله كثير حلوه، الاوفر اللي راح اختاره هلا هو اوفر كثير سهل، انا ما راح اشرحه، هو كثير 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 سهل، انتم بامكان اي واحد يحله، بس كل ما هنالك انه بدنا نستنى ما بين 30 ل 45 يوم حتى يوصلنا المصاري تبعته. الاوفر هيك اسمه، راح اكتب انا هاي الكلمتين هاي الحروف، راح يطلع لي هذا هو اللي عليه 15 دولار. طيب اذا لاحظتوا هون مكتوب ابلاي فور اب تو 15، يعني عندك تربح 15 مع هذا الموقع، 15 دولار مع هذا الموقع، اكبر شبكه تقريبا، ما بعرف شو بيرسونال لونز، يعني اللونز على ما اظن قرض تقريبا، انه من اكبر الشركات بتعطي قروض. بس بقول لك ماست ابلاي بي افروف، يعني بس يوافقوا عليك خلص بيوصلك المصاري تبعته. هذا الموقع بيوصلوك المصاري تبعته بعد 30 ل 45 يوم. هات تمام. هلا اذا انا في واحد ثاني كمان اسمه هيك اخر اللوان، هذا الاوفر ما في غيره هلا لانه هذا الحساب جديد، هذا الاوفر عليه 15 يا جماعه، بنصحكم انكم تحلوه فورا، ما بده شيء، بس بعد 30 ل 45 يوم راح يكون واصل لعندكم. وان شاء الله يكون انا هذا الفيديو تبع الاوفرات ان شاء الله يكون فدتكم كثير فيه. شكرا كثير واسف على التاخير، الله يعطيكم العافيه.